الحكومي السيد محمد النائب الاول لرئيس الحكومه. اولا الحمد لله وبتوفيق من الله المنتخب خلال فتره بسيطه من استلام الجهاز الفني بقياده المدرب خفير كليمنتي تجاوز المرحلتين بنقاط كامله ولله الحمد. فيما يتعلق بالمرحله القادمه الجهاز الفني اعد الخطه القصيره اللي هي الاولى اللي هي مباراه مصر الاولى في مصر والمباراه الثانيه مباشره في ملعب شهداء بنينه. والخطه تم اعتمادها من السيد رئيس الاتحاد الاولمبي لكره القدم الكابتن عبد الحكيم الشماني وجاري العمل عليها ان شاء الله. الاول في البدايه راسل الاتحاد الاولمبي لكره القدم الاتحاد الافريقي بطلب حضور الجمهور. ما اعطناش الاذن في مباراه شهداء بنينه، بعدها بدا يعطي في الاتحادات اعتقد ما نسبته من 10 الى 15% من سعه الملاعب اللي حضر فيها في ملعب انغولا حوالي سمح ل 1500 ليبي، والليبي مش موجودين غادي، وحوالي 7500 مشجع من انغولا. احنا الان تقدمنا بطلب رسمي الاتحاد الافريقي لكره القدم ايضا بالمعامله مثل ودخول الجماهير لملعب بنينه وتحديد العدد اللي مسموح به، وان شاء الله يردوا علينا ايجابا. الحمد لله يعني للامانه باش نكونوا واقعيين، هو كان الظرف المادي للاتحاد الليبي لكره القدم واشتغلنا في ظروف استثنائيه بالغه التعقيد، ولكن اللي انطلب منا بالكامل عن طريق الطاقم الفني ومدير المنتخب تم توفيره من المعسكر في تركيا لمده 15 يوم واتى اكله السفر لانغولا، والحمد لله ربي وفقنا عن طريق المجلس الرئاسي ورئيس الحكومه خاصة الطائرة الرئاسية لنقل المنتخب، وهذه كان لها دور ايضا حتى في راحة اللاعبين لان مسافة كبيرة. الان نعتقد ان في تكاثف من كافة مؤسسات الشعب الليبي وابناء الشعب الليبي لدعم المنتخب، وان شاء الله ربي يقدرهم ويوفقهم للذهاب بعيدا ان شاء الله. اولا الاتحاد الليبي لكره القدم في اجتماعه الاخير في مدينه المرج قرر ان يبدا الدوري الممتاز بدايه شهر اكتوبر ودوري الدرجه الاولى منتصف شهر اكتوبر. الان اعتقد ان الدوري الدرجه الاولى ماشي في موعده حسب ما نستشف من الزملاء بمجلس الاداره. الممتاز الان حيرد علينا الطاقم الفني للمنتخب يقولون لنا امتى البدايه المناسبه، اعتقد يرد علينا بكره او بعد بكره. وايضا فيه اجتماع لمجلس الاداره خلال هذا الاسبوع حيتحدد فيه المواعيد بشكل دقيق اللي هي الدوري الممتاز، دوري الدرجه الاولى، مسابقه الكاس، الاذن للاتحادات الفرعيه امتى تنطلق في دوري الدرجه الثانيه والدوري الدرجه الثالثه. الان في مدير فني للمنتخب الليبي الكابتن رامون ويباشر مهام يجهز في ترتيبات الاقامه والعمل المكتبي يجهز فيها. كره القدم داخل الصالات الاسبوع هذا ان شاء الله يوم 15 تنطلق بطرابلس نهائيات بطوله ليبيا لكره القدم داخل الصالات 2021 بمشاركه 6 فرق باش ننهي الموسم. اللجنه تعمل لجنه قائمه وتم تشكيلها وتعمل بكل اجتهاد. بالنسبه للشاطئيه اعتقد الاجتماع هذا حيتم تشكيل اللجنه شبه جاهزه اسماء اعضاء اللجنه وبعد تالي تضع برنامجها. فيما يخص كره القدم النسائيه وهذا عامل مهم سيعكف السيد رامون خلال الفتره القادمه لاعداد بالمشاركه مع مجلس الاداره وخصوصا الاستاذ سعاد الشيباني لإعداد دورات لإعداد مدربات وحكمات من العنصر النسائي، وتبدأ الانطلاقة بعدها لما نجهزوا هذه العناصر مبدئيا تبدأ الانطلاقة من مدينتي طرابلس وبنغازي. أولا يعني نطالب من الجمهور الرياضي في ليبيا أن أولا يكون واقعي، وثانيا الدعم المجرد للمنتخب الوطني، وكيف ما عملنا نحن سلمنا الامر
ووفرنا الامكانيات سلم الامر للطاقم الفني. واعتقد ان الطاقم الفني عند هذه اللحظه اقنع الشارع الرياضي واقنع اللاعبين واقنع الخبراء بنجاح الخطه بتاعه وباختياره. فاحنا نخلوا احنا كشارع رياضي نشجعوهم التشجيع الكامل، نوقف وراهم ونخلوا لهم خدمتهم لهم هم، ونسأل الله التوفيق.